هاي يا جماعة، دي قناة DIY المفضلة عندكم. أنا عندي أزاز فاضية، فاكرين إن أنا هرميهم؟ أوه لا، هحولهم لأكتر فليب فلوب ستايلش لبنتي. استمتعي. جوزي حبيبتي، إيه ده؟ بابا، إيه رأيك في السنيكرز دي؟ واو، شكراً يا ماما. بروس رجعتني للأفكار الغريبة بتاعته. مشوق جداً. جوزي، دي ليكي، شنطة ظهر ذهبي جديدة، لطيفة قوي، لكنها مش مكفية كتابي، أنا ما فكرتش في الموضوع كويس. ده تحدي بالنسبة لي. هيو، ده معقد قوي. اتفضلي يا حبيبتي، شنطة الظهر بتاعتك جاهزة. حبيبتي، دي ليكي، شنطة الظهر جديدة، ممكن تشيل كل الكتب بتاعتك. شكرا يا بابا. بابا جاهز؟ أنا دايما جاهز. احمي نفسك. ايه الأصوات الغريبة دي؟ بابا استسلم، انت بطيء قوي، ولا في أحلامي. إيه اللي بيحصل هنا؟ ولا حاجة. وبس، دلوقتي نظفوا كل حاجة. احمي نفسي، مفيش فايدة. أنا هشرب شوية مية. أكتر. استني ثانية، أنا عندي براد ذهب للشرب مخصوص عشانك. اضغطي على المقبض والكوباية هتتملي مية. واو، حبيتها. بروس، تحب شوية مية؟ أنا عندي حاجات أفضل أعملها. أنا لازم أفكر في ده. إيه الحاجات اللي ممكن أستخدمها علشان أعمل مبرد مية؟ أنا عندي شوية أفكار. ورق كرتون، مفك، مقص. براد المية بتاعي خلص. جوزي، شيلي ده، بصي على مبرد المية اللي أنا عملته، عجبك؟ يلا نجرب نستخدمه. بابا، ده رائع. دوري، في الواقع ده مسلي جدا. شغليه. واو، ماما شكرا إنك اشتريتي التلفزيون الرائع ده. بروس، البوكس ده المفروض يكون في المهملات. لا، ارميه، سيبيه، ممكن يكون مفيد. لكن ليه؟ ماما، ده عشان صفحة بابا، أنا المسؤول هنا. لا، أنا. بابا، أنا عملت تيك توك. برافو يا حبيبتي، أغنيتي المفضلة. يا ترى بنتي بتسمع إيه؟ فهمت، وقت اللعب. حبيبتي بصي معايا، ايه بوستر فنانك المفضل. شكرا يا بابا، يلا نحطه على الحيطة بالطريقة دي. رائع. ليه البوستر ده هنا؟ مبتذل جدا، ده اللي بيعمله المعجبين الحقيقيين. انا هثبته احسن هنا وهنا. مستحيل. جوزي، بصي لقيت مين. انتي مبسوطة؟ واو، ماما ازاي عملتي كده؟ ده حظ حلو. شكرا. ممكن توقيعك؟ اكيد. ابتسم لجوزي. ممكن امشي دلوقتي؟ ده كان الاتفاق. البس بليزر؟ لا، ده ممل. جاكيت؟ مستحيل. القميص مثالي. أو لا، القميص اتقطع. ماما، جوزي، ايه الموضوع؟ سهل يتصلح بالدبوس ده. هنرسم ماس على الصوف، هنحط سلسلة من حجر زينة على الخطوط، نملاها بكريستال وخرس.
نلزق ورق كرتون وطبقة تانية من الصوف للظهر، ونلزق دبوس في الظهر. واو، شكراً يا ماما. التوب المفضل عندي باظ. إيه المشكلة؟ شوف بنفسك. مش مشكلة، أنا هرجع تاني على طول. شوية سحر بالمقص وخلاص كده. جوزي، التوب المفضل عندك بقى رائع دلوقتي. شكراً يا بابا. أنا عاجبني أكتر بالشكل ده. أشتري أي فستان؟ واو، عجبني ده. وده كمان. صعب قوي إن أنا أقرر. حبيبتي، لقيتي فستان؟ ما عنديش فكرة أختار أي واحد. ليه تختاري لما ممكن تجيبي الاتنين؟ خدي ده كمان. وده؟ يلا تعالي. مامتي مدمنة شوبينج. لأ لأ. واو بابا، ده فستان أحلامي. فهمت، ممكن أعمله. هاي، كل اللي محتاجينه عشان نعمل فستان هو شوية إبداع. اتفضلي. إيه ده؟ الفستان اللي في الصورة. مستحيل. هاي، انتوا بتتفرجوا على قناة الدي آي واي المفضلة عندكم؟ وانا هوريكم ازاي تعملوا فستان باي ادوات عندكم. ما تنسوش تبتسموا. قربت اكسب، قربت جدا. يلا. اوبس، انا كسرت تليفوني. ماما، ايه اللي حصل ده؟ مش مشكله، اهو تليفون جديد. شكرا. تعبير. وبس، اهو تليفون جديد. مسكته مسكته. وبس، ثانية واحدة. اتفضلي. شكرا، تليفون جديد تاني. لازم نعمل حاجة في الموضوع ده. جرابي يحمي التليفون من الكسر، وإسورة مخصوصة. هنقطع قطعة شريط، نخيط قطعة بلاستيك شفافة من النص، ونخيط خيط مطاط على طرف الشريط، ونلزق تفاصيل إكسسوار. هنعمل فتحة في الجراب، ونخيط الناحية التانية من الشريط المطاط فيه. نزين الجراب بستيكر 3D. إيه؟ كنت هوقعه. شكراً يا بابا، فكرة هايلة. عجباكي الشنطة دي؟ مش قوي. طيب ودي؟ لا. والشنطة كلاتش اللطيفة دي؟ أيوة، أنا عايزاها. الشنطة دي رائعة تصوير تيك توك. حبيبتي، أي شنطة عجباكي أكتر؟ أي شنطة؟ دي كويسة، اختيار هايل. وانا عملت شنطة منها. هنقطع 2 مستطيل من شنط ورق، هنضيف فولدرز شفافة، هنعمل زرار باستخدام قطع من الفولدر وورق كرتون. هنضيف جوانب ونجمع الشنط. هنعمل خن ونثبت السلسلة عشان تكون مقبض. واو بابا، انت عبقري، عبقري ستايلش. لأ لأ، الدلية دي لطيفة. بابا، أنا عايزة كلوفري. أجيب واحدة زي دي منين؟ أنا عارف. إيه؟ كانت فكرة حلوة إن أنا روحت كلاس الفنون طول حياتي. إيه اللي بيحصل؟ جوزي طلبت مني دلية كلوفر. حبيبتي، أنا معايا دلية حقيقية ليكي. نقطع كلوفري من ورق فوم بجليتر، نلزق سلك حوالين الخطوط العريضة، هنغطيها بمانيكير جل وننشفه تحت لمبة UV. هنزينه بورق ذهبي وسلسلة.
السودا بتاعتك. اثبتي، اديني كلوفر، اهدى، هتاخد كلوفر. دي كمان ألطف. شكرا، هاي فايف. أنا جبت النوتبوك. دلوقتي محتاجة أجهز المقلمة بتاعتي. أو لأ، دي اتقطعت. حبيبي بتعمل إيه؟ أنا هقرر بعد ما أخلص. بابا، المقلمة بتاعتي باظت. خلينا أشوف، دي مش المقلمة، دول الأقلام. أنا هربط شريط مطاط حواليهم وهضيف كوسكوزح علشان يكون شكلهم لطيف. اتفضلي. شكرا، كوسكوزح شكله لطيف جدا. مبسوط إني ساعدتك جوزي. ممكن تاخدي المقلمة بتاعتي لو عايزة، أنا ورثتها من جدي. واو، شكرا يا ماما. المقلمة دي مش هتتقطع في أي وقت قريب. البرنامج قرب يبتدي. استنوا، إيه مشكلة جوزي؟ أوه لأ، أنا نسيت أن عيد ميلادها. أعمل إيه؟ أنا عارف، هعمل فشار وامزجه بسيرب سكر. هحطه في قالب سيليكون واسيبه يجمد. نعمل كيك بطبقات جاهزة. عملت كيك من الفشار. الكيك بتاعتي صحية أكتر. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. واو، شمع وفشار، حبيتها، لذيذة مش كده؟ الكيك بتاعتي أفضل. صاحبة عيد الميلاد عندها 2 كيك. هاي، انتوا بتتفرجوا على الفلوج بتاعي؟ ودي فيفيان. قولوا هاي. وجوزي. دليفري من يوتيوب. ايه اللي جوه؟ يلا نفتحه دلوقتي. ده زرار من الماس. القناة بتاعتي مشهورة جدا. هاي، انتوا بتتفرجوا على قناة الدي اي واي المفضلة عندكم. تابعونا واعملوا لايك.